الإضافة الكبيرة اللي قدمها في الشق الجانب الهجومي يؤديه هو مع كارديبي مع إيغور صحيح. مع اللاعبين المحليين يقدمون موسم ولا أروع، وأنا أتوقع أن المزيد من اليوم صحيح. وجود الشباب الأهلي في نهائي كأس سيدي رئيس الدولة، وجودهم في كأس الخليج العربي في النهائي. أنا أعتقد اليوم الفرصة الحقيقية أو الفرصة الأخيرة في تصوري الشباب الأهلي للاقتراب بعد النتائج اللي شفناها اليوم من فوز بنياس من الاقتراب من الصدارة. نعم كابتن اسماعيل، يعني دائما فريق نادي الأهلي عبد الله رمضان سيريرو اي لاعب منظومة الفريق حتى المدافعين اللي موجودين سالم راشد كان يسجل صحيح. مع المنظومة يعني. إذا نتمنى نشوف يعني مباراة كبيرة بين فريقين في هذه المواجهة المرتقبة لشباب الأهلي أو الجزيرة مع شباب الأهلي. شكرا كابتن إسماعيل، شكرا كابتن مايد. إذا نلتقي معكم إن شاء الله مع أحداث الشوط الثاني بإذن الله تعالى بين الشوطين. الآن أترك الميكروفون لزميلي الأول من الجولة 19 جميع المسابقات، واليوم يلعب هذا اللقاء من أجل أن يكون حاضرا في جدول بينما في المقابل الجزيرة الذي يكون في رصيده بالتالي 40 نقطة ويبحث عن تعزيز هذه الصدارة، خاصة وأن نادي بنياس الثاني والذي انتصر قبل هذا اللقاء وصل إلى 39 نقطة وانتزع بالتالي المركز الثاني من نادي الشارجة برصيد 39 نقطة. الجزيرة إذن بتشكيلة مكونة من عبد الرحمن العمري في حراسة المرمى، خط الدفاع سالم راشد. في الجولة الماضية انتصار كبير وعريض على المتصدر السابق نادي الشارجة بثلاثية نظيفة، بينما شباب الأهلي الفريق الذي انتصر على نقاط القوة. هذه كرة الآن لبراندلي، براندلي يخسر الكرة بالتالي الأكثر حصدا للنقاط في الدور الثاني برصيد أيضا 14 نقطة لكل فريق. انطلاقة واستلام رأسي عبد الرحمن العامري اللي أيضا كاد أن يخطئ فيها بشكل كبير يومها شباب الأهلي اللي سجل ثلاثية ومواجهات أيضا فيها منافسة كبيرة ما بين الفريقين في السنوات الماضية. ماشاري بوف إلى خارج أرضية الملعب، تاريخية التي لا تنسى في تاريخ المواجهات، أكبر نتيجة على مستوى الأهداف في مباراة واحدة، مباراة 2001 عندما فاز شريف. رمية التماس حاضرة وموجودة، الكرة عالية تعود الانطلاقة من جديد تتحول إلى خارج أرضية الملعب، كأنها تعود الآن للفرقة الجزراوية. سالم راشد إلى تراوري نجم مباراة النصر، كرة من جيسوس يا سلام إلى ماشاري بوف، جلال الدين مررها إلى إيغور، جيسوس على الكرة والضربة الركنية القادمة الآن هي الأولى لمصلحة شباب الأهلي، والتنفيذ عن طريق جلال الدين ماشاري بوف. جلال الدين بتعليمات إلى الرفاق إلى الزملاء في أرضية الملعب، يطلب أيضا يحيى الغساني من أجل أن يسحب زايد العامري، هذه مباغتة مبخوت برافو التي كادت لكنها تعود للفرسان من جديد لشباب الأهلي من جديد. أوه على اللقطة على الفرصة الخطيرة جدا، شباب الأهلي اقترب من المرمى الجزراوي بشكل كبير بشكل خطير، ولكن تعود الكرة الآن إلى براندلي كواس الذي يكسب الخطأ في اللقطة والمحاولة الماضية. الفرصة جاه المرمى لولا تدخل ميلوس، لولا أنها اصطدت في كوزانوفيتش وبعد، لكن مباراة من طراز عالي وتشعر حتى في خضم الحذر الذي يأتي من الفريقين في بعض اللحظات وفي بعض الفترات، حتى في ظل هذا الحذر تشعر بأنها مباراة فعلا تخبئ الكثير، مباراة كبيرة، مباراة سان في الجهة اليسرى، محاولة من كارلوس إدواردو ولكن يا سلام على قطع الكرة من عمر تراوري. في الفارق 11 نقطة كاملة في واحدة من أكثر المرات التي يعود فيها فريق من المؤخرة لينطلق للغساني، الكرة تعود شباب الأهلي في مرحلة هجومية الآن لمصلحة ماجد حسن.
ماشاريبوف يتقدم ينطلق جلال الدين. عادت لجلال الدين ماشاريبوف إلى يحيى الغساني ينطلق. الغساني يكسب. تحدث عن الأسلوب، تحدث عن صعوبة المهمة، تحدث عن فريق شباب الأهلي والذي يقول بأنه يبحث عن أداء في هذا اللقاء. أمام المرمى تبعد من مبخوت، عادت من جديد لمصلحة زايد العامري، لكن جلال الدين ماشاريبوف إلى إيغور. الله الله على هذا، تعرض إلى إصابة في اللقطة الماضية، سلامات إن شاء الله. اللعب لا زال مستأنفا الآن لمصلحة الفرسان، خطيرة. الله ماشاريبوف كانت تحتاج إلى قوة أكبر يا جلال الدين. التسديدة الماضية سهلة لحارس المرمى عبد الرحمن العامري. هذه لقطة يحيى الغساني مع تولاني. إصرات الأول لا زالت الأمور سلبية. الكرة تعود الآن مرتدة لشباب الأهلي وسط أرضية الملعب، سريعة من ماشاريبوف حولها. أوه يا يحيى، ليل شباب الأهلي مرة أخرى، فرصة كانت خطيرة. جلال الدين، جلال الدين في المجموعة الأولى، وتواجد كل من الهلال السعودي، استقلال دوشنبه أيضا، الطاجيكي. هذه كرة عالية ولكن أيضا بتتخلص تبعد، وبالتالي تعود لمصلحة نادي الجزيرة. وهنالك أيضا لكن خليفة الحمادي يبعد الكرة إلى عبد الرحمن العمري بالخطأ. ماشاريبوف، ماشاريبوف الآن علاها، علاها الغساني، لكنها الأهلي لكنها لم تكتمل. هذه واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة لم تأتي من الغساني. شوف الفرصة الخطيرة، تخيل بأن العرضية أتت من يحيى، كارلوس موجود، وكأن الهدف يطبخ على نار هادئة الآن. شباب الأهلي في استلام، ماجد حولها، كانت سلبية ولكن شباب الأهلي هنا عن طريق جلال الدين مررها إلى ماجد. كارلوس إدواردو، شوف النقلات القصيرة، شوف التمريرات السريعة. الله الله، هذه واحدة، هذه واحدة، عرضية إيغور. الله الفرسان في قلب العاصينا، الفرسان في قلب العاصمة، في قلب المرمى، في مرمى الجزيرة. الله على أول الأهداف، على كارلوس، على إدواردو، على الفرسان، على شباب الأهلي، الهدف الذي كان يطبخ على نار هادئة أتى الآن. أصلحت شباب الأهلي الآن. حمدان الكمالي يرسل الكرة عالية، وصلت في الجهة اليمنى عن طريق ماشاريبوف. عبد العزيز هيكل الآن بتمريرة تعود بكرة ثالثة بالنسبة للفرسان، ولدينا الآن إيغور المتحفز، المتاهب، المتربص والمنتظر لهذه الكرة بكل تأكيد. هذه عالية في منطقة الجزاء، تزراوية الآن، ميلوس، ميلوس يمر، ميلوس لا زالت للجزيرة ولكن تبعد لمصلحة شباب الأهلي. أوه على الضغط والجنون، الله على الجزيرة، على الاقتراب من التعديل، على الاقتراب من التسجيل. هذا برونو، هذه كرة برونو المتخصص في التعادلات، الكل يتذكر. مرمى أوه القادم الجديد، اللاعب الجديد الآن لدينا أوزبكي آخر، هامرو بيكوف. يحيى الغساني يغادر أرضية الملعب. أوديلون أو عادل باللغة العربية، هامرو بيكوف في رامية التماس، الكرة عالية وللأمام. هنا محاولات من ماشاريبوف للمرور، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مرة تعدد، رمي التماس أخرى لماذا نبعدها. استلام من إيغور، رهيب في الاستلام إيغور، رهيب في الالتحامات البدنية اللعب إيغور، بالتالي تصل إلى ماشاريبوف. هنا لحظة المرور لكن إلى خارج أرضية الملعب من أمام عبدالله إدريس، كانت لقطة المرور والعبور لتتحول الكرة بالتالي إلى خارج أرضية الملعب. الجولة القادمة
الجولة القادمة. الجزيرة مع حتى شباب الأهلي مع عجمان، كل فريق سيلعب خارج ملعبه. رامي التماس، رامي التماس ما شاء الله. عبد العزيز صنقور وسعيد احمد هو القادم الان، سعيد احمد هو القادم الان، لكن شوف ما شاريبو في هذه اللقطه، في هذه الكره اللي بتتخلص. ماجد حسن، ماجد مره اخرى الكره تعود، لمسه لمسه اخرى. شوف كارلوس ادواردو والواجبات الدفاعيه على الله، على التمريره من كارلوس، انطلاقه في الجهه اليمنى، وصلت من جديد الان الى ماشاريبوف. حتى في ظل هذه الظروف تاتي التمريره من كارلوس ادواردو بهذه الطريقه، قدم للامام والان كره بتتخلص، تعود للامام. تدخل على تولاني سيريرو، هام روبيكوف، شوف لعب قوي في التدخل الماضي، صافرة حكم المباراة. نحن لهذه الدقيقة، شباب الأهلي الآن، يا سلام على المرور على السقوط، ولكن لدينا خطأ لمصلحة نادي شباب الأهلي، خطأ لمصلحة شباب الأهلي في هذه اللحظات. الدقيقة الأخيرة، مرور الآن من ماشاريبوف، سقوط على أرضية، على الكرة، على الكرة التي تغير من السيناريو، التي تغير من السيناريو. إنها كرة المباراة للجزيرة، إنها نقطة التحول، إنها نقطة الانطلاق، إنها لحظة